وصفتنا اليوم أحلى وألد كنافة، شوفوا معايا كيف الجمال واللون. ويلا نقول بسم الله ونبدأ. هنا في محضرة الطعام فرمت تقريبا نص كيلو من الكنافة وحطيت عليها كوب من السمنة الذايبة وملعقة كبيرة من سكر البودرة ومزجتهم كويس مع بعض. بعدين عندي صينيتين مقاس 20 دهنتها بالسمنة وبدأت أوزع فيها الكنافة، ونرفع الحواف ونختار أي إناء يساعدنا ونضغط بهذا الشكل. ونبدأ نجهز القشطة. حطيت 4 أكواب من الحليب السائل، نص كوب من السميد الناعم، وملعقتين من النشا، وملعقتين كبيرة من السكر، ملعقة من موية الزهر أو ماء الورد، وشوية فانيليا. نقلبهم على البارد ونحطهم على النار. لما يثقل القوام نضيف علبة قشطة، نقلب ويصير جاهز. هنضيف القشطة على الكنافة، نوزعها بالتساوي، ونضيف باقي الكنافة على الوجه. والكنافة هنا قسمتها 4 أقسام عشان تكون معانا متساوية. ونرتب السطح ونجهز كمان الصينية الثانية وندخلها على الفرن. وهذه جهزت معايا، شوفوا كيف التحمير واللون. ونقلبها وهي حارة ونحط عليها شوية من الشيرة على حسب الرغبة. إذا حابين الكنافة تجلس مقرمشة استخدموا الشيرة ثقيلة. وطبعا تزيين بسيط وراجع لكم. واسمعوا معايا صوت القرمشة ما شاء الله، والطعم ولا ألذ. أتمنى تجربوها، بإذن الله تعجبكم، وعليكم بألف عافية.